أعلن محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة على موافقة اللجنة العليا للاستثمار بالمحافظة على إقامة مشروع مصنع طوب آلي في المنطقة الصناعية ببئر العبد. وفي لقاء اللجنة العليا للاستثمار الذي عقد في محافظة شمال سيناء، أكد المحافظ على اهتمام الدولة وكافة الأجهزة المعنية بدعم وتشجيع الاستثمار على أرض سيناء، مشيرا إلى تيسير الإجراءات أمام مختلف المستثمرين والعمل على تشجيعهم لإقامة المشروعات في سيناء.